بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام. كما تلاحظون معي هنا معنا بيان ليغ إي كومبخوندغ، طبع الكتاب معروف الذي لاقى استحسانا كبيرا من الكثير من الإخوة. طبعا أيضا بالمناسبة فهناك الكثير من المؤسسات لا زالت تعتمد هذا الكتاب. كما نلاحظ فهو كتاب جيد لمن أراد أن يتعلم اللغة الفرنسية، نتكلم عن الخطوات الأولى نحو تعلم هذه اللغة. إذن طبعا فكرت في إعادة شرح هذا الكتاب بشكل أحسن بأسلوب مغاير، كون سأحاول إن شاء الله أن أعيد شرح هذا الكتاب في سلسلة جديدة، خاصة ونحن نعرف بأن الصعب في كل شيء هو بدايته. فبعد هذا الإنسان ممكن أنه تولي يعرف شوية، تولي يقدر يبحث، يقدر يقلب، يقدر يسول. إذن طبعا البداية تكون شيئا صعبة. إذن لذلك فأنا هنا سأحاول إن شاء الله إن استطعت أن أشرح هذا الكتاب وأشرح هذه اللغة. طبعا ممكن تتخلل هذه الشروحات بعض الأمور التي سأضيفها وربما تكون صعبة، لكنني أعدكم بأنني سأشرحها بشكل واضح. وللإشارة أيضا فهذه الأمور حتى وإن تأتي في غير وقتها ربما تشرح فيما بعد. الآن منطقيا يجب أن نتعاطى للأمور السهلة حتى يستطيع الإنسان طبعا أن يعرف على الأقل الأبجديات، ثم بعدها ممكن أننا ننطلق إلى ما هو أصعب. لكن أيضا طبعا بالمناسبة إذا وجدت أي شيء له علاقة بما نشرحه طبعا سأدرجه إن تذكرته، وفيما بعد طبعا سنعيد شرح الأمور. وأنا هنا أيضا سأحاول التركيز على التكرار كما تلاحظون في الفيديوهات التي أنشرها، فالتكرار طبعا يجعل الأمر سهلا لكل شخص طبعا مبتدئ. إذا وجدت كلمة صعبة لا تستصعب الأمر، فأحسن طريقة للتغلب عليها ولنطقها بشكل جيد هو أن تقسم الكلمة إلى عدة أجزاء، تتقن الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى غير ذلك، ثم تجمع بين هذه الأجزاء وتنطق الكلمة مرارا وتكرارا حتى تتغلب عليها. نفس الأمر مع كل عبارة، مع كل جملة. إذا كانت صعبة في النطق أو في الترديد طبعا نقسمها ونكرر كل جزء على حدة حتى نتقنه، ثم ننتقل للجزء الآخر، وبعد آخر جزء نجمع بين كل أجزاء العبارة، وهكذا نستطيع أن نتغلب عليها ونتدرب عليها. طبعا هي لغة عادية مثل أي شخص، أكيد سيجد بعض الكلمات التي لم يعهدها في حياته. أجانب عندما يريدون نطق بعض الكلمات العربية فهم أيضا يجدون بعض الصعوبات، هذا أمر عادي. المهم في هذا كله أن نتدرب على الكلمات، على العبارات، على الجمل إلى غير ذلك، حتى نستطيع تكرار هذه الكلمات بشكل عادي. يبقى القول بأن بعض الإخوة يطرحون إضافة بعض السلسلات المتعلقة مثلا بالسنة السادسة أو الخامسة، لم أكملها لضيق الوقت. هناك عامل آخر يتعلق بالمقررات. من بعض التعليقات أن بعض المناطق تعتمد كتبا ومناطق أخرى تعتمد كتبا أخرى. الذي يهم في هذا كله سواء كانت الكتب أو تلك الكتب فاللغة واحدة، فالكلمات الموجودة بهذه اللغة هي نفسها. الأهم في هذا كله أن نتدرب على أغلب الكلمات ونكتسب أكبر رصيد من هذه الكلمات، أننا نحفظ أكبر قدر من الكلمات. فحتى ولو كنت أنا مثلا في الكلية أو في مستوى آخر، أكيد أنني سأجد بعض الكلمات التي لا أعرفها في هذا الكتاب، كن متأكد من هذا. لا بد وأنك ستجد بعض الكلمات التي لا أعرفها مثلا في هذا الكتاب، فالأمر عادي. إذا الآن فهذا كله
أننا نستفيد من كل ما يقع تحت أيدينا. ما دمت أنني أفهم هذا النص جيدا، فمن الأهم أن أحفظ وأتدرب على الكلمات والعبارات الواردة فيه، وفي وقت ما سيكون لرصيد كبير. ومهما كانت الكتب أو الموضوعات، فكن متأكد بأنك ستكون لك قاعدة صلبة للتعاطي مع هذه الموضوعات. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنبدأ مع أول درس إن صح التعبير. إذن عندنا في هذه الفقرة حرف أ كما نلاحظ. إذن هذا حرف أ كما تنشوفه، حرف أ يكتب بهذا الشكل. هذه طريقة كتابته يدويا، طريقة كتابته يدويا، ممكن كتبه باليد أيضا، لكن في الغالب أن تكتب بالحاسوب أو بالداكتيلو في القديم، في الغالب نكتبها بالحاسوب. وحتى هذه الكتابة، طبعا اليدوية طبعا أضيفت للحاسوب طريقة كتابتها كما لو أنها مكتوبة باليد. على كل حال، الذي يهم في هذا كله أن هذه الأحرف تأتي سهلة في كتابتها يدويا، كما يحصل في اللغة العربية. أما من خلال هذه الأحرف المتقطعة فتكون شيئا ما صعبة في كتابتها يدويا. طبعا بعد وقت ما سيكون لكل شخص طريقته في الكتابة وأسلوبه في الكتابة. أما الآن فنعتمد طبعا الأحرف المعتمدة. إذن كما قلنا الآن عندنا هذا حرف أ، إذن كما تنشوفوا حرف أ تكتب بهذا الشكل، هكذا. إذن هذا حرف أ كما تنشوفوا، ثم تلاحظوا هنا فالتطليعة تتكون خفيفة شيئا ما، ثم هنا تتورك واحد شوية على القلم، هنا تتكون خفيفة شيئا ما. إذن ديما فاش تكون طالع تتكون خفيف، فاش تكون هابط أنك تضغط على القلم شيئا ما، هكذا. شوية هنا، تضغط إلى غير ذلك. إذن كما تلاحظون هاي تشوف هنا، غليظة، يعني أنك ضغطت على القلم، هنا خفيفة. كما تنشوف هنا تضغط على القلم، هنا تتخف. إذن واضح الأمر. إذن عندنا هنا حرف أ كما قلنا، كما في كلمة لو با با، إذن عندنا لو، طبعا لو هذه غنعرفوها، هذه من الأحرف اللي تتكرر بكثرة، أرتيكل ديفيني، هذه غنعرفوها من بعد. تتعرف لنا الكلمة، هذا هو المقصود في هذا الشيء كله. بحال ال ديال اللغة العربية، باش نتكلموا على ال في اللغة العربية، هذه بحالها. ال في اللغة العربية تنعرفوا بأن كاينة ال الشمسية اللي ما تتنطقش فيها ال، كنقولوا الشمسية، يعني هي راه كاينة مكتوبة ولكن ما تتنطقش، كنقولوا الشمسية، إذا سمينا هاد ال على الشمسية. ثم كاينة القمرية، تتنطق تنسمعوها. في اللغة الفرنسية تنتكلموا على لو وتنتكلموا على لا، هادو بجوج تعنيو لنا ال، هاد ال، لكن هما ما فيهمش الشمسية والقمرية. شنو فيهم؟ فيهم ال اللي تتمشي مع المذكر، وفيهم ال اللي تتمشي مع المؤنث. مثلا نقول لا مامو، إذا لا مامو، إذا الأم كلمة مؤنثة غنديرو قدامها هاد لا. أما كلمة بابا اللي هو الأب كما تلاحظون هنا، فوالا سي لو بابا، إذا هذا هو الأب. إذا كلمة بابا هي كلمة مذكرة تنديرو قدامها له. إذا من خلال هاد له تنعرفوا بأن هذا حرف ال، هذا حرف ال، وتنعرفوا بأن هذا حرف أ، إذن حرف ال وحرف أ. طبعا ال سيتين كونسون، إذن هو حرف كما نقول صامت. أما أ سيتين فويال، هو حرف متحرك. شنو هو الحرف المتحرك أو الصوتي؟ بحال في اللغة العربية كاين الألف، إذن كاين ألف، ثم كاين الواو وكاين الياء. طبعا في اللغة الفرنسية
كاين اكثر من ثلاثه، كاين عندنا ا، كاين عندنا او، ثم عندنا او اللي عندنا هنا، ثم عندنا اي، ثم عندنا حرف ايغريك، حرف ايغريك، ثم عندنا حرف كاين ا، ثم عندنا حرف اي، حرف اي. اذا كاين سته. اذا في اللغه الفرنسيه اون فرونسي اليونا سي فويال، سي فويال في اللغه الفرنسيه كاين ستاد لي فويال، تنقولوا فويال. اذا نتكلم عن الصوتيات، اذا هادو تيتسموا، هادو تيتسموا لي فويال. طبعا الحروف الاخرى كاين 20. اذا اون فرونسي اليونا 20 كونسون، 20 كونسون. هنا كاين 6، في الاحرف الباقيه نسميها كونسون. كاين 20 حرف من الاحرف الصامته، كما تنشوفوا هنا عندنا حرف ال، ال الى كان عندنا حرف ال جات من بعد منو هاد ا اللي عندنا هنا. اذا هاد ا غنطقو، هاد ال غنطقوه لا، بحال عندك اللام وغتزيد موراه الف، اذا غيتنطق لا. الى كان عندنا ال من بعد منو او غيتنطق ل، ل. كاين بعض الاحرف اللي تنسمعو هاد او بحال دابا هنا ل، ثم عندنا حرف د. انا مرات تنسمعوها ولكن شيء ما، ماشي بهذا الشكل اللي عندنا هنا. طبعا في بعض الادوات او الاحرف بحال هاد لو، بحال دو، اننا تنسمعو هاد او. اذا اللي تهمنا هنا عندنا هنا ال، هنا عندنا او، ثم عندنا بي، ثم عندنا حرف بي، ها هو من بعد منو كاين ا، ثم عندنا بي، ثم حرف ا. طبعا ملي تنتكلمو على بي بحال تنتكلمو على جوج ديال بي، اذا نتكلم عن بي مشدده، اذا نقول با. اذا طبعا بي مع ا تنطق با، لو كانت عندنا بي وبعد او غتنطق بو، بحال عندنا الباء مشدده بعدها الواو، سننطقها بو، سننطقها بو. اذا نفس الشيء هنا، عندنا بي مع ا سننطقها با. طبعا تنشوف بان هاد الحرفين فيهم تكرار، سننطق با با با. إذن بابا، بابا. طبعا كلمة بابا تتضمن اثنان أ، تتضمن اثنان أ، إذن تتضمن اثنان من هاد لفويال، من هاد الصوتي. ثم عندنا هاد الأحرف الأخرى، إذن إيش غيكون هاد الحرف الأول؟ شنو غيكون هاد الحرف الأول؟ الحرف الأول هو اللي شفنا هنا، هو أ. إذن عندنا هنا أ، ثم اش عندنا هنا؟ عندنا اي، اي. اذا بحال تنتكلمو عليا اي، طبعا في الكتابه اليدويه يكتب هكذا، طبعا خفيف تضغط ثم خفيف هنا. اذا عندنا اي هكذا، اذا هذا حرف اي. عندنا هنا ا، ثم حرف اي، ثم حرف ا، ثم حرف او، او. في الكتابه اليدويه يكتب هكذا، عندنا واحد الخطيط هنا خفيف، ثم تنضغطو هنا، ثم هنا خفيف، ثم تنضغطو ونجرو. اذا عندنا واحد الخطيط خفيف، ثم عندنا هكذا تنضغطو تنطلعو خفيف هكذا. إذا هذا حرف أو الكتابة اليدوية، مادام أنه في الطريق تنذكرو به. إذا عندنا حرف أو، ثم عندنا حرف إي، ثم حرف أو هو هذا، ثم حرف أ، ثم حرف إي، ثم حرف أو، ثم حرف أ، ثم حرف إي، حرف أ، آ،
la voyelle O, la voyelle A, la voyelle I, la voyelle A, la voyelle I, O, A. A. إذن عندنا حرف A. طبعا هنا كما تنشوفوا عندنا هذه الكلمة الأولى اش غتكون؟ شفناها. إذن هذه كلمة لو بابا. لو بابا يعني الأب. شنو بعد منها؟ بعد منها حرف أ، واحد الكلمة مكونة من أ ومن أس ومن طي. إذن هذه الكلمة مكونة من أ ومكونة من أس ومكونة من طي. نورمالمو ومنطقيا هذه الكلمة خاصة تنطق أست. أست هذا هو النطق ديالها. طبعا هذه الكلمة ديال أست كاينة في اللغة الفرنسية، تكتب هكذا، كاينة في اللغة الفرنسية. شنو المقصود بها؟ المقصود بها الشرق، المقصود بها الشرق. لست حنا غنشرحوها من بعد. لست علاش درنا هاد الابوستروف ولا درنا هاد ال؟ ثم عندنا الويست. إذن ثم عندنا الويست يعني الغرب. إذن عندنا لست الويست. لست هو الشرق، الويست هو الغرب. إذن هاد است عندنا الشرق هنا، هاد لا واش هي لا اللي شفنا قبيله؟ قبيله شفنا بأن أمام الكلمة المذكرة بحال بابا تنضيف لها هاد له، تنقولوا الأب يعني ال. عندنا واحد الحرف أو أداة تتعرف لنا هاد الكلمة. ثم في اللغة الفرنسية إضافة إلى هذا أنها تقول لنا بأن هذه الكلمة مذكرة. هناك كلمة أخرى اللي بحالة تقريبا اللي هي لا، نفس الشيء تعرف هاد الكلمة. ما معنى تعرف هاد الكلمة؟ ملي تنقول لك أنا الراجل رجا، يعني الراجل رجا أو المرأة رجت. إذن قلت أقول باللغة العربية الرجل أتى، لقد أتى الرجل. هنا عرفت كلمة الرجل. المقصود بهذا الكلام بأن السامع المفروض فيه أنه يكون يعرف هذه المرأة أو يعرف هذا الرجل. إذن هذا هو المقصود بتعريف الكلمة. السامع المفروض فيه أنه يعرف هذا الرجل أو هذه المرأة أو أيما كلمة عرفناها. هذا هو المقصود بأن هذه الكلمة معرفة. هنا أيضا عندما نقول لا مامو يعني الأم، الأم يعني الأم المعروفة. أما إذا قلت أمون يعني واحد الأم ما معروفاش. أنا تلاقيت رجل، التقيت رجلا، كلمة رجل غير معرفة. لماذا؟ لأن السامع كما يعتقد المتكلم أنه لا يعرفه. نعود إلى لا، إذا نضعها أمام الكلمة لنعرف أولا بالكلمة، ثانيا لنقول بأن هذه الكلمة مؤنثة. نتكلم عن اللغة الفرنسية. الآن هل هذه لا هي هذه؟ طبعا هناك فرق، هناك فتحة، هناك خط صغير. إذا نتكلم عن أكسون، في اللغة الفرنسية نقول أكسون. إذا في اللغة الفرنسية نقول أكسون، تكتب بهذا الشكل أكسون، بهذا الشكل. طبعا كلمة أكسون هي كل هاد الخطوطة اللي تنعملوا فوق الأحرف، كل دوك الخطوطة اللي تنعملوا فوق الأحرف، كل تلك الخطوط الصغيرة التي نضعها فوق الأحرف تسمى أكسون. إذا طبعا هاد أ فوقها أكسون. ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن هاد الكلمة ليست هذه، هذه ليست للتعريف. هاد الكلمة المقصود بها هنا، المقصود بها هنا عندنا كلمة لو بابا يعني الأب، ثم عندنا لا يعني هنا. هل هذه تعني الشرق؟ طبعا هذه المقصود بها هنا تنتكلم على فعل، هنا اللي هو فعل أتخ. هنا ما تنتكلموش على كلمة أست. هذه تتنطق في هذه الحالة تنطق أي، تنطق أي. أما عندما نريد أن نقول الشرق فنقول أست.
أما عندما نقول الشرق طبعا نقول إست. ننطق كل هذه الأحرف، أننا ننطق كل هذه الأحرف في كلمة الشرق. أما في هذه الحالة التي عندنا هنا فتنطق هذه الكلمة تنطق أي. إذن تذكروا هذا جيدا. لماذا ننطقها أي؟ هي هكذا، اللغة الفرنسية هكذا، وليست وحدها، هناك كلمة أخرى بهذا الشكل تنطق أيضا أي بنفس الطريقة كأي. طبعا عليكم ألا تخشوا هذا الأمر، فهذه حالات شادة جدا. ثم أن تستعمل بكثرة، يعني أن الناس يعرفونها جيدا، يعرفون هذه ويعرفون هذه. هذه المقصود بواو، نتكلم عن واو العطف في اللغة العربية، وهذه المقصود بها كما نقول كان، كما نقول كان. سأشرح هذا الأمر الآن. إذا أردت أن أقول لكم مثلا أنا كنت صغيرا، أنا كنت صغيرا، طبعا أنا كنت صغيرا، طبعا هاد كان تظهر في الجملة، هاد كان تظهر في الجملة. لكن هناك حالة أخرى، مثلا طبعا أريد أن أقول هذه الجملة عن الآن، أنا الآن صغير أو أنا الآن كبير، أين اختفت هذه كان؟ أين اختفت هذه كان؟ هل سأقول مثلا أنا الآن أنا أكون صغير؟ طبعا سأقول أنا صغير، ستختفي هذه كان. في اللغة الفرنسية هذه كان يحتفظ بها كما نقول. طبعا إذا أردنا أن نقول بأن الأب كان هنا، ماذا سنقول؟ سنقول le père était là. le père était là. الأب كان هنا. طبعا هنا هذا le verbe être، هذا le verbe être، وهذا le verbe être في الماضي، وهو نفسه هنا الحاضر. طبعا سنتدرب على هذا في الصرف، وهو أمر سهل، لا تخافون هذا الأمر، هو أمر سهل سنتدرب عليه بسهولة في الصرف. هذا فعل كان كما نقول، هم يقولون هكذا، هم اعتادوا هذا الأمر. إذن لو بابا إلا، يعني الأب هو كما نقول كائن هنا، هذا هو المقصود بهذا أي. هذا كلمة ممكن أن تعني لنا أست يعني الشرق، وهذا نفهمه من سياق الجملة. مثلا هنا لا يمكننا أن نقول إست، الأب شرق هنا، فهذا ليس له معنى. إذن في المعنى الحقيقي هو أن ننطق هذه الكلمة أي، هذا هو كيف سنعرف أي من إست. ثم عندنا لو بابا، ثم عندنا لو بابا، كما رأينا طبعا لو بابا كما رأينا، ثم ده كما قلنا قبل قليل. عندنا له ده، ما معنى ده؟ ده تنقول بالدارجة ديال، الأب ديال مينا، الأب ديال مينا، كما نقول باللغة العربية أب يعود لمينا، أب يعود لمينا، أو أب نتكلم على الإضافة بواسطة ده مينا، هذا يعود لهذا. نقول مثلا باب القسم، باب القسم، طبعا سنقول لا بورت دو لا كلاس. اذا لا بورت دو لا كلاس، اذا نتكلم عن باب القسم، لا بورت دو نسيت دو. اذا لا بورت دو لا كلاس، اذا طبعا عندنا هاد دو، لا بورت دو لا كلاس، لا بورت دو لا كلاس، دو لا كلاس باب القسم. اذا عندنا هاد دو، نفس الشيء كما عندنا هنا لو بابا دو مينا. نقول مثلا لو مارشي دو لا فيل، نقول مثلا لو مارشي دو لا فيل، نقول مثلا لو مارشي دو لا فيل، يعني سوق المدينة، سوق المدينة، سوق المدينة. إذا عندنا هاد ده، إذا كما قلنا عندنا حرف الدي ثم حرف أ، إذا تنطق ده، تنطق ده، لكن في كلمات أخرى أطول
لا نسمع هدأه بهذا الشكل، لا نسمع بهذا الشكل هدأه. مثلا كما عندنا هنا كلمة دام، دام، بال. مثلا كما عندنا هنا لان، مثلا هنا لان، إلى غير ذلك. إذن حتى لا نطيل، نستأنف مع هذه الفقرات في الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.